ده انا بقيت ليفل 8. عايش. بص 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 يا جدعان، هننزل في حتة بعيدة، في بص فهندخل هنلوت براحتنا كل حاجة، فهنروح للزون فهنلاقي حتة نكمبر فيها، دي أكتر حاجة، عشان احنا يعني احنا مش مستوانا مش يعني زي ما تقول مش كبير يعني في اللعبة، فهنكمبر هنضطر نكمبر، فلما نكمبر هنقدر نوصل لآخر ناس في آخر ناس موجودين فنقدر نقتلهم. بس بص احنا هننزل حاجة اسمها لاقي، احنا نقدر نكمبر فين؟ هي دي هنضيف لاقي، هنكمبر فين؟ هنكمبر في لاقي ايه؟ أو بقى هنلوت في لاقي، بعد كده هنكمبر في أي حتة تانية. لاقي فين لاقي دي؟ ده أنا عامل لك عليها اللي هي بتاعت النزالة دي، كده جميل هيكون فيها لوت تحفة. اللوت ليك؟ لا لاكي لاندنج ده الخريطة دي اللي مش شايفينها. طب علم علم عليها، علم معلم لك عليها. هنا هنا يا فادي ده. بعيدة أوي بس هنروحها يعني. لاقي لاند، يلا نروح نط بقى. انزل لا يا عم، ما تنزلوش مستقيم، انزلوا انزلوا يعني. ايوه زي بابجي كده يا فادي، ارفع اللي فوق خالص. بابجي حلوه يا فادي، واحنا صغار. بابجي حلوه. ايه؟ بابجي حلوه. بس انا بصراحه انا معايا فلوس بابجي، لكن مش اي اجيب عشان خاصه اخسر كلها، مش هسيبها على الفاضي. بص هي صعبة، هي حلوة بس صعبة. صعبة أوي يا فادي. أصعب من فورت؟ أصعب بكتير. لا نفس الصعوبة كده. أنا مرة يا فادي كنت واقف في بيت، كان في عيال قدامي كده بعيدة شوية، كنت ببص عليهم. مرة واحدة ببص لقيت طلقة جت من الشباك اللي أنا واقف جنبه من ورايا. جربتها بس على التليفون، التليفون حلوة برضو مش وحشة بس سهلة. التليفون جرافيك زفت. جربت تعملها اتش دي ار؟ لا يعني اتش دي ار. الاتش دي ار على فكرة الجرافيك بتاعه حلو مش وحش. وكل الحاجات اللي ليجند بتاعتها اريكس كون ليجند وهيف سنايبر ليجند. سكور ليجند اهو. يا نهار ابيض على اللوت. الصندوق عندي مش عارف هو فين، بدور عليه. لقيت القنبلة اللي بتلزق اهي. جميلة دي. جليندر. جليندر مش عارف ايه. يا جدعان يا جدعان انا عايز انا عايز حد يجي يشوف اللوت انا لقيته في الصبح. يا فادي 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 ايه ده؟ ايه ده؟ لقيت تاني لقيت تاني، بقى معايا سكة. فادي تعالى فادي شوف اللوت، تعالى شوف اللوت يا فادي وراك اهو. شوف فين انت؟ فين؟ انا اهو يا فادي، انا اهو يا فادي، انا اهو. معاك لوت ايه بقى؟ ايه ده انت حبستني ليه؟ اهو شوف شوف اللوت بتاعي. طب افتح ازاي؟ اخش اخرج؟ استنى استنى، سيب الايديت سيب الايديت سيب الايديت اهي اهو. لو حد جالي هنقع عليه القنبلة اللي بتلزق دي. هيلزقها فيها يجري وراك عشان يموتك معاها. بره ما كانش معايا اسلحة خالص، ودخل عليا عيل وانا معايا القنبلة دي، حدفتها عليه. لا هو اللي كان معاه القنبلة، هو حدفها عليا، رحت قافل عليه انا وهو بالخشب ومتنا احنا الاثنين. جدعان يا جدعان، هو يا فادي انت عندك ماوس كيبورد نوع ايه؟ الماوس كيبورد عندك نوع ايه؟ الماوس لوجيتك جي 502، والكيبورد اوريون سبارك 910.
ده ميكانيكال؟ ميكانيكال؟ بإيه؟ بيطلع صوت الفادي أما بدوس على زر بيطلع صوت؟ صوت؟ لا صوت لا يعني زر بيطلع صوت جامد يعني؟ لا 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 ايه ده في حته فيها اسلحه ايه هروحها تعرف يا فادي احلى حاجه انت قررتها انك ما تشتريش الار تي اكس اقول لك ليه بقى مفيش فرق لا هو الفرق ايه بقى ان الار تي اكس فيه خاصيه كده جديده الالعاب هتتعمل في الار تي اكس بس الخاصيه دي ايه بقى بيعكس الاضواء ومش عارف ايه وحاجات كده ما لهاش لازمه قوي يعني مش هتاثر جامد انا شايف ان نفيديا غلطانه المره دي لان لازم عشان تحمس الناس تشتري كارت لازم يكون برضو الكارت ذات نفسه حجمه اكبر ما ينفعش أيوة يبقى اوبشن بس بسيط زياده الزوم خلي بالك يلا زوم تتحرك زوم بعيد قوي يا رب نلحق بس نلحق كان في مود كده جميل لو كنت حضرته يا فادي كنا هنكسب كل شوية هو كان شوت جن وجيت باك ايه ده هنا في ديت؟ لا ده السكواد العادي في بابجي ولا فورتنايت؟ فورتنايت كنا بنعمل ايه بقى نبني نطلع فوق خالص وبعد كده نروح نطين ونعمل بالجيت باك وننزل فوق العيال بالشوت جن بنكسب بقى في الاخر انا ماسك القنبلة مش عايز اسيبها ايه ده انا معايا سنايبر قوية ايه ده سنايبر حلوة لونها ايه زرقاء اسمها ايه ما تعرفش زرقاء معرفش الاسم مش مكتوب يلا يا فادي انا هرقها لك يلا يا فادي بس يا فادي يلا اسمها سكوبد اسولت رايفل حلوه مش وحشه يلا بس عشان الزون كده عشان بعيد قوي الزون هتاكلك هخش الزون انا على فكره يا محمد اف ده على فكره لو تعرفني دلوقتي مش هندخلها هوبا ده جت عليا تصدقوا هتلحق لو ما لحقتش معاك هيلث يا فادي معايا بندج او حاجات كده مش عارف اسمها بندج ماشي كويس لو بط من الزون يا فادي هعمل لك ريفيل هتسمي الفيديو الجديد اللي هتنزله يا فادي انا مش عارف لسه التسميه لما يحصل حاجه مهمه هتسميه بقى حسب كده ايوه الزون على اخر لحظه خلاص وانا ده انا لسه ما دخلتش انا مش هزون الجديدة تاني يلا هنا اخش كنا عايزين نكمبر يا جدعان فادي دخل المزيان حقني تعالى يا محمد اديلك شلدات يا محمد تعالى اديلك شلدات خد الشلد بقى ده لو عايزه خلاص انا كده 50% ارمر 75 صحة هيلث طب خد باندج بقى بس استنى نخش الزون الجديدة الأول أهم حاجة دي بعيدة برضه عم مفيش نفس تجوع معاكو مفيش حد محدش معاه حاجة ايه؟ مفيش حاجة ممكن فيها لا ده فين الأعداء؟ تعالى محمد تخش لدي خمسة عشان تفلم ماشي ده لقيت تراب ده مشت التراب اهو انا
دمشت التراب. يلا يا فادي لسه عشان الزون الجديدة جاية. دور هلو ترى على نفسي. عايزين نشوف حاجة بس بانسر ولا حاجة ننط بيها. بانسر يا ابن الحفل. في بامب ازرق فوق عندي. لا مش عايز مش محتاجه. في تاك اخضر تحت الباب. انا عايز تاك في الخط. في صندوق عايز اشوفه هو فين. الزون خويا عامل اجري. الزون خويا عامل اجري. الزون جاي اجري يا فادي جرب. انا تقريبا فيك في فيت هنا. يا جدعان على فكره في طوبيه طبعا خشب. طب حد خدهم. بص الان ندخل الزون نكمل هنا. ماشي. لو اي حد شاف السكواد ما يهجمش عليه. لو حد هجم عليا هسيبه على الناس راح اقبله. تعال تعال انت فادي. تعال هنا يا فادي. فين؟ تعال احنا حاطين واي بوينت. في حد قتل حد من 15 متر. في انا ازرق فوق يا جدعان اللي عايزه. تعالى يا فادي نلعب كورة. ايه ده ايه البتاع الزرقاء دي اللي انا مسكتها دي؟ ايه ده اوف؟ ايه ده بتاع البنا. ايه ده يا فادي انت محطينها كده يا فادي. كنا عايزين محدش يعرفها يا فادي. اوف ده انا بنيته. ايه ده انا ايه ده ايه ده مين بيسقف ده؟ انا جبت جول. جول اه هو انا عرفت تجوه اهي. معاك ايه؟ انا لقيت عرفت تجوه. يا بتاع اللي بتخليه تطير دي اهي. اه حد يبقى ميديك يا جدعان اي حاجه. ميديك انا نخش الزون الثاني. لا مش نخش مش نخش. استنى تعال هنا. تعال تعال هنا تعال هنا تعال عندي كلكم. انا عندك اهو. انا ندخل الزون كده خلاص. حداشر واحد خلي بالك. الزون هتقفل ولا لسه؟ هتعمل دلوقتي بس استنى. يلا يلا الزون جاي. بنلاقي مكان حلو بس نكمبر فيه. يا ريت يا ريت الاقي تفاح. زود هلسك يا فادي. ما هو معك بندج؟ ماشي. روح اقف فوق الجبل. تعالوا ورايا تعالوا ورايا تعالوا ورايا تعالوا ورايا. ماشي ماشي. تعالى يا فادي نروح فوق الجبل. تعالى هنا هنا. طب ليك سلم اهو. تعالوا لي. تعالى يا فادي. ايه اللي كتب عليا؟ عليك؟ لا ده من تحت من فوق تحت. ده واحد 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 بس. واحد واحد بس. ده دول اتنين.
فين بقى هو؟ مستخبى ورا السور. ايه ده؟ ده خضر سنايبر. ده فين ال فين بالظبط؟ مش شايفه. بقول لك حد اديت نقشه اديت سنايبر معايا. سلام انا جاي لكم. ايه ده؟ في عدو اهو. اللي فهد هو هم اللي يجري من الزون. في ناس كتير. الفو خالص الفو خالص يا بلعات. قرب يموت قرب يموت. الفو خالص طيب. ماشي. فعال كتير جايالي. عرفوا خالص طيب. ما تفايت. محدش يفايت. محدش يفايت. محدش يفايت تعالوا. انا جاي اهو. رايس طول اصلايب. بديت اصلايب. كل اصلايب. عيش. بديت طول اصلايب. معيش والله. في واحد قعدت اضرب عليه بالقنبله وما ماتش. بقول لك ايه؟ تعالوا نكمل تعالوا هنا خلينا نتحرك تعالوا نتحرك. ايه ده؟ فادي ايه اللي فادي ده؟ تعالى هنا تعالى هنا. ماشي ماشي انا جاي. بس الزون هتجيلنا دلوقتي. ماكش الا سنايبر خالص يا ابني. لا انا مت. ياه. وقعت. رحت ايه؟ احنا جايين دلوقتي يا فادي. يا اخي